تتصل بسائحين، من أنتم بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، مجموعة السائحون عموما هي مجموعة من المجاهدين، نعم، تكونت في زمن معين وقت معين في بداية التسعينات، وهي مجموعة خاصة من مجموعة مجاهدين. بعدها يعني تحلت السائحون معروفة، وبعد ذاك تكونت لاحقا بعد ذاك تكونت كمجموعة تواصل اجتماعي. والفترة بعد ما تحلت وتكونت في الفترة الأخيرة تكونت في إطار اجتماعي فقط، يعني كان بعد المفاصلة بتاعت الحركة الإسلامية المعروفة الشهيرة، كان المجموعة المجاهدين عموما من الطرفين كانوا بيتلاقوا مطورة المؤتمر الشعبي، وفيهم مجموعة كانت في الرصيف، كانوا بيلتقوا في برامج اجتماعية، إفطارات في بيوت أحد أسر الشهداء المجاهدين. فتطورت المسألة لأنهم قالوا اقترحوا أنه طالما هم ملتقين ما في خلاف بيناتهم، الخلاف فقط فوق في عند القيادات، ليه ما يتطور هذا التواصل ويسهم في جمع طرفي الحركة الإسلامية. وبدأت المسألة فعلا في أن الناس بدوا خطوات فعلية في تنفيذ هذا المقترح أو هذه البادرة، وهم سموها مبادرة السائحون. بعدها تكونت منصة، اجتمع الناس، التقوا في لقاء كبير جمع كل الأطراف بما فيهم الطرفين المؤتمرات المؤتمر الشعبي والناس اللي كانوا واقفين في الرصيف بعد المفاصلة، والتقوا في قاعة كبيرة، قاعة البترول، وتكلموا وتحدثوا عن أشواهم في أنه التقوا اجتمعوا كمجاهدين. قرار الجهاد أصلا يعني قائم على قناعة الناس بأنه المسألة لله تبارك وتعالى. وبعدها تكونت منصة، وبعد المنصة كل الناس كانوا موجودين فيها، مؤتمراتهم مؤتمر شعبي، حتى المنصات شكلها كان تشكيلة من المؤتمرات إلى المؤتمر الشعبي، والناس اللي واقفين على الرصيف زي ما قلت لك. بعدها بعد ما تكونت المنصة وبدوا الناس في البرامج الاجتماعية، بدأت المنصة تأخذ حيزا آخر، وبدأ الكلام يعني يمرق للعلن، النوايا اللي كانت موجودة بدأت تخرج للعلن، وأصبح الشكل ما الشكل الأول. وفي إفطار، واحد من إفطارات المجاهدين، كنا في إفطار الشهيد على عبد الفتاح، كان تزامنت بعدها يعني في الوقت ده تزامنت مع المحاولة الانقلابية اللي كان قاموا بها ناس ضد إبراهيم، المحاولة الانقلابية المعروفة، صادفت في الوقت ده كان أخو الشهيد على عبد الفتاح معتقل مع الناس. وفي إفطار في بيت الشهيد صارت الثورة في الوقت ذاك، وانفعل الناس وأصبحوا يتكلموا عن يعني شتائم، أصبحت المسألة فيها شتائم كده واضحة وكلام قاسي عن القيادات، قيادات خاصة يعني من رأس الدولة من فوق لحد نهايتها. الكلام ده أغضب المجموعة بتاعت المؤتمرات الموجودة كانت معهم، واتخذوا موقف في وقتها يعني إنه الكلام ده يتغير، لأن الكلام كان على الملأ وعلى العلن، وكان فيه كلام بالتهديدات والخروج في الشارع. فاتخذوا موقف، المجموعة بتاعت المؤتمر الوطني اتخذت موقف واضح في ذلك الإفطار، وخرجنا من ذلك الإفطار واجتمعنا في اليوم الثاني مباشرة، وأعلننا عن نفسنا منه إحنا والله المنصة أو المبادرة كانت هدفها إنها تجمع بين الأطراف، لكن تطورت الأمور، وبدلا أن تجمعوا الأطراف حدث نوع من الانشقاق. فلنقل ما يعنينا في كل هذه في هذا السرد التاريخي، والمجموعة التي ذهبت إلى أديس أبابا وأبرمت اتفاقا مع قطاع الشمال، وكما رشح في الصحف أيضا هناك ما يشبه الترحيب بخطوة إطلاق سراح الأسرى، يبدو أنكم كنتم من على البعد ترقبون المشهد، وصرحتم أن هذه الخطوة لا تعنيكم في شيء، وأن الذين ذهبوا لا يمثلونكم،
وبعد ذلك بدأت تراشقات في النقل في صحافة الخرطوم. ما الحكاية باختضاب؟ لأنني سأتيح الفرصة لسؤال لطلال وسؤال لعماد. نعم. نعم، احنا ذكرنا انه هذه المجموعة لا تعنينا باعتبار انه الملف اصلا هو ملف مكلف به جهة رسمية، وهي واحدة من إدارات الدولة المعروفة، في لجنة كاملة معنية بملف الأسرة. هذا الملف لا يعنينا، لأن المجموعة التي تمسك بزمام الملف هي جزء من إدارة الدولة، ونحن جزء من الدولة. نحن كمجاهدين أو كسائحون وطنيين زي ما ذكرنا من قبل، نحن نعمل تحت إمرة القوات المسلحة وتحت إمرة الحكومة. ولو بقينا غير كده حنكون نحن جماعة متفلتة أو ميليشيات، تسميها ما تسميها، لكن لأننا مجموعة منظمة تعمل تحت إمرة القوات المسلحة، فالملف ملف الأسرى وملف المجاهدين وملف الجرحى وملف الشهداء هو من صميم القوات المسلحة. فبالتالي أي جهة تانية تمشي تفاوض عن الأسرى بيبقى ده اجتهاد فردي، نحن ما بنرفضه، لكن ما بيعني ان احنا في شيء. نعم طلال، بإمكانك أن تطرح.